بإذن الله. النهارده هنعمل الجمبري يا شيف علاء باترفلاي، وهنعمله بيتزا، نقول بيتزا جمبري، نخلي المسمى الجديد لينا ان شاء الله. هنعمل عليها خلطه ظريفه كده على الجمبري، لان الجمبري دايما لما بيبقى حجمه كبير بنتوه دايما، لما الجمبري بيبقى حجمه كبير بنتوه. هنعمله ايه؟ هيتظبط معانا ازاي؟ هل هنعرف نعمله؟ هل هيضيع حلاوه الجمبري في طريقه عمله؟ النهارده هنوريكم لما الجمبري يكون كبير نقدر نعمله ازاي. اتفضل يا شيف علاء. هنبتدي فيه. الاول حاجه طبعا بنقشر الجمبري من القشر كله اللي فيه، وبنسيب الدماغ بس، هنسيب الراس بس، بنسيب الراس بتاعه الجمبري، لان هي بتبقى فيها المذاق قوي، هي اللي بتبقى فيها البهاريز زي ما احنا بنقول. بيفتح الشيف علاء كده زي ما احنا شايفين باترفلاي، فراشه كده بنطلع فيها عنقود رمله كده بنطلعه. ده كده احنا بنعمله دلوقتي، ده كده بنشيله زي ما احنا شايفين، بنفتحه كده. ايوه. ونبتدي احنا نفرد فيه عشان ياخد الحجم اكبر اللي احنا عاوزينه. برافو شوف. تمام. هنبتدي نعمل كل ده دي واحده واحده، نبتدي بيها كده بس. احنا هنا هنلعب على لعبه، لان احنا اما بنشتغل على الجمبري احيانا لما بندخله في الفرن وهو متقشر بينشف مننا، فاحنا النهارده الخلطه اللي هنحطها على بعضها، دي هتحافظ لنا على اللحم، هتحافظ لنا قد ايه يبقى طري، قد ايه ليه مذاق، وكمان مش هينشف مننا. هو دخول الفرن طبعا بيكون قفل الجمبري من ان انت تاخده شوي او كده بالطريقه الكلفلاي ديت. ايوه. لانه اصلا بينشف معاك، بس الميه بتروح، والميه دي مهمه جدا، اولا كقيمه غذائيه، ثانيا في الطعم كمان، وده مهم جدا. فاحنا هنحافظ على ده، هنعمل البيتزا دي بحيث الخلطه اللي هنعملها تحافظ على لحم الجمبري، وتحافظ لنا كمان على المذاق نفسه. احنا مش عايزين نضيع بقى، احنا جايبين جمبري فمش هنضيع طعمه بخلطه كبيره وكتيره وبهارات كتير، ودي مشكله بيقع فيها ناس كتير لما بيحط بهارات ويكتر بهارات في الاكل، يبتدي طعم الاكل يروح اصلا منه، ودي مهمه جدا. برافو يا شيف. كمان معانا السمك سنجاري البوري، هنعمله سنجاري. البوري سمكه طبعا في شبيهات ليها كتير، في بوري وفي دبار، في فروق كتير محتاجين نعرفها للناس. حتى الجمبري في فروق كبيره في الجمبري وفروق كتيره في الجمبري، محتاجين طبعا حلقات كبيره عشان نقدر نشرح للناس انواع الجمبري وازاي يقدر يشتريه وازاي يقدر يطبخه وازاي يقدر، الموضوع كبير شويه. السمك البوري كمان هنعمله سنجاري، فاتحين السمكه ومنضفينها، عاملين خلطه هي هتعتبر هناخد قوي من خلطه الجمبري وبعض اضافات صغيره هي اللي هنغيرها، ونبتدي نعمل السنجاري. هو السنجاري ممكن يمشي يا جماعه بردك مليون طريقه، يمشي بالبولتي، نقدر نعمل سنجاري، هي كلمه سنجاري يعني السمكه مفتوحه باي حاجه، نقدر نفتح السمكه اللي تنفع تتفتح، ويا ريت يكون فيها لحم عشان هتخش الفرن وهي مفتوحه، فنفضل برضو زي ما انا بفضله بالمكاريل احسن. المكاريل بيبقى طعم جدا، بس الانواع برضو دي نرجع لنفهم الناس، لانه انواع كتير. المكاريل سبع انواع. برافو. والمدينه اللي بينشا فيها او اللي بيعبق فيها، ازاي بيعبق وازاي بيستورد، كل الكلام ده بيغير طعم الحاجات دي، فلازم نبقى واخدين بالنا وعندنا شويه فورميشن، شويه معلومات عن الطبيخ. ده بالنسبه لنا احنا كده بنفتحه. احنا جهزنا الجمبري دلوقتي. الجمبري كده جاهز، يتغسل بس كده تمام، هنظبطه وبعد كده هنشتغل في دي كمان. دي اول، ده كده البوري ماشي، هي تبقى طبعا انا كده فتحتها ومسكتها نضفتها من جوه وغسلتها، وبشيل الغشيش اللي في الدماغ وكل حاجه، بخليها زي ما هي كده في الصوره، تبقى كلها نظيفه زي كده زي ما انا عاملها كده، ما فيهاش اي حاجه من جوه خالص. اسكان البوري، اسكان المكاريل، اسكان اي سمكه لازم تتعمل بنفس النظام، النغشيش وكل حاجه تتشال، وتدي دي السنجاري، ده المسمى بتاع السنجاري. احنا عايزين نعمل الخلطه برضو عشان الناس تشوفها. انا كده هعمل الخلطه بتاعتها دلوقتي، شوف محمد يقطع حاجتها. تمام. الخلطات دايما، البصل طبعا حبيب السمك، يعني ما ينفعش نعمل حاجه فيها سمك وما يروحش ناحيتها البصل، والفلفل طبعا. هنعمل القطع بس خالص، نشوف بس في الزباله. هي بتبقى ليها كذا تقطيع برضو، في ناس بتقطعها في ممكن كده، وفي ناس بتقطعها حلقات. انا حابب يبقى ناعم قوي. ليه؟ عشان خاطر احنا هنحطه على لحم الجمبري، فلما نحطه على لحم الجمبري اكيد مش هياخد وقت، فلو احنا سيبنا الخضار كبير شويه فهو مش هيستوي والجمبري هينشف مننا، فاحنا عايزين ننعم كده وما نفرمش على فكره، لان في فرق، الفرم بيضيع طعم، الفرم بيطيع عشان الميه بتاعت البصل اي حاجه بتروح ده كله. ايوه.
نحط الطماطم. جايبين طماطم معانا برضو هتبقى هنا. اي طماطم؟ طماطم شيري، طماطم كبيره. احنا بالنسبه لنا عايزين النكهه بتاعتها بس يا شيف علاء، يعني احنا محتاجين نكهه صغيره للطماطم. عملنا الخلطه بتاعتنا، الخلطه بتاعتنا عاديه على فكره، مش ما فيهاش لغط كتير، ما فيهاش دوشه كتير، سهله قوي. ممكن نزود شويه بصل بس يا شيف عشان خاطر السنجاري بتاع السمك. الجبن معانا والجمبري احنا كده بنقطع الاثنين. احنا بنعمل بنعمل دلوقتي الخلطه بتاعت السنجاري والبيتزا بتاعت الجمبري. ايه اللي شايف هنا؟ تمام، بس نعمل دول شويه. اوكي هات انا اكمل. احنا هنكمل عليها، هديها كرفس، هنديها بقدونس شويه وشن الكرفس. ايوه سنه صغيره كده. طبعا البقدونس والخضره مهمين جدا مع السمك. البقدونس هو روح السمك، روح السمك هو والكمون على فكره، البهارات كمان بالذات الكمون ده هي هو القصه بتاعتنا في السمك كلها. كده انا بقطع ده واضيفه للبهارات اللي عندي، للخلطه اللي عندي، خلطه السنجاري اللي احنا عملناها، وهي نفسها هتبقى خلطه البيتزا مع شويه مختلفات. وهديها بردك تاني عشان تبقى فيها الوان وشكل الحاجه تبقى حلو. ايوه حلاوه الاكله دي برضو يا شيف علاء، اللي هي اكله خفيفه مش هتاخد وقت قوي مع ست البيت، هتتعمل في ثواني في البيت. هنحافظ على الجمبري، هنحافظ على طعمه، هنحافظ على الميه اللي فيه. لا احنا عملنا كل حاجه في تكه، عملنا كل حاجه وما خدناش وقت. اكله سريعه للستات مثلا الموظفات اللي هيجوا من الشغل مستعجلين عايزين يعملوا اكله بسرعه، هي دي. المذاق لا احنا بنتكلم في اعلى حاجه في البحر، الجمبري. وطبعا في انواع كتير للاسماك غير البوري. انا كده هحط هنا دلوقتي جبنه موتزاريلا. هنحط الجبنه على الخلطه دي. تمام، احنا عايزين نقطع بس الجبنه شويه عشان خاطر الجبنه تبقى ناعمه وما تبانش معانا. قطعنا بس الجبنه شيف شويه، نعمها لنا شويه ناعمه كده عشان تبقى ماشيه مع نفس تقطيعه الخضار. احنا برافو برافو، عشان ما تبقاش هي السلايس بتاعها اكبر من الخضار فتبتدي تغطي شكل الخضار وكمان تتحرق بسرعه. تمام تمام يا شيف، الله ينور يا شيف علاء. هنخلط كل ده في بعضه. الخلطه دي زي ما احنا اتفقنا هنقولها تاني، بقدونس، طماطم، بصل، جبنه موتزاريلا، كل ده مع بعضه متقطع صغير مع البهارات. بهاراتنا النهارده كمون هو الاساسي زي ما اتفقنا في كل الاسماك، وملح وفلفل. طب احنا ما كترناش ليه؟ ما حبيناش نحط مش عارف ايه ومش عارف. على فكره في بهارات كتير ممكن نحطها، ولكن لا، انا ودي غلطه ناس كتير بتغلط فيها. ممكن تصعب الزعتر. انا عايز طعم السمكه، انا عايز السمكه الناس تدوق الطعم بتاع السمك، مش اللي انت تغطي طعم السمكه بالبهارات. فين الطعامه في كده؟ فين الاكله في كده؟ ضيعت شكل الاكله وضيعت مضمونها. ممكن يكون شكلها حلو لكن اكيد طعمها مش هيبقى حلو. حلو قوي شيف كده. هنبتدي بقى ايه نعمل، نعمله في الطبق نفسه. نعمل بس شكل جمالي نوعا ما عشان كمان العين بتاكل المنظر الجمالي ده، مهم قوي على فكره. هنغطي كل مش هنحط كتير على الجمبريه من فوق. لا هي حاجه بسيطه، حاجه بسيطه خالص، بحيث اللي هي اول ما تخش الفرن ده يستوي بسرعه، وقبل ما الجمبري طبعا ينشف. والطعم بقى، الطعم بقى اللي احنا هناكل سبريت، كل طعم على حده. هناكل الطماطم باينه لان هي متقطعه حتت، هناكل الجمبري اللحم باين، هناكل هنشرب ميته طبعا اللي هتبان في اللحم وهو طري. فاحنا يبقى كده لمسنا كل حاجه بالنسبه للجمبري وما ضيعناهاش. ممكن اخش دلوقتي انا ايه هعمل حاجه ثانيه كده خلاص، خلصت دوت.